اولا دي مش دراما، دي اهانه. دي مش دراما، دي اهانه. دي اهانه على طول، مع احترامي استحملوني شويه. حضرتك بتقول وصايا وزاره الداخليه ولا رئيس الجمهوريه وصي على احد. هناك وزاره اسمها وزاره الثقافه، في رقابه على المصنفات الفنيه. نحن لا نجيز، نحن لا نجيز. ممكن اجيز لحضرتك بان ضابط ارتكب خطا مسلكي، ولكن لازم توضح للناس ماذا يفعل وزير الداخليه. لازم تقول له زي ما انا جايب كده ان السيد وزير الداخليه قرر احاله الف لمجلس التاديب لأهانة مواطن باللفظ. وادي القرار، وادي مرافعاتي وبحضر، فما اقولش وصايا على الخطا. وزير الداخليه ما قالش امسك سيف واعمل بلطجي. وزير الداخليه ما قالش لضابط الشرطه اضرب امين الشرطه على قفاه. ما قالش يخش اكسر بار وكسر بار. وسيادة النائب بيقول حتى لو مرخص. لا، لو مش مرخص، انا لو بزيل اشغال من الطريق، لو بزيل كافتيريا اسلمها لصاحب الكافتيريا لما يجي يستلمها سليمه، لان ده مال خاص زي ما سيادة النائب قال. انا ما بخشش، انا ما بدس على راس الغفير بالحذاء. من يريد في اي اعلام في اي مسلسلات ان يتحدث عن رجل الشرطه أو وزارة الداخلية لابد أن يكون على مستوى ثقافتها أو أعلى منها ثقافة، ما يروحش يستأذنها في الثقافة. ده أنت لازم تكون مثقف. هذه الموسوعة اللي قدامي عاملها 28 أستاذ جامعي. لماذا لم تلجأوا لأساتذة الجامعة؟ هو إحنا فنانين؟ إحنا مقاتلين، نحن بتوع الدم، نحن الشهداء، نحن المصابين، نحن المقعدين، نحن اللي بنفطر في الشارع. حد صور لي ضابط شرطة بيفطر في الكمين؟ نشكرك يا سيادة الرئيس، راح فطر مع الكمين. تعرف حضرتك النهارده نادي ضباط الشرطه في القاهره او اسكندريه او اسوان او انا طلع كام الف وجبه افطار للرجاله اللي بتحرس الشارع؟ طيب يبقى وصيت ايه؟ وصيت ايه؟ وتوصية مع احترامي لحضرتك. اقول لك لو عملت وصاية. عفوا عفوا يا فندم، يا فندم، يا فندم، نراجع تتر المسلسلين. طيب يا فندم، انا مش فنان، انا مش نراجع تتر المسلسلين. بيقول محمود عبد العزيز وعايش معاك. انا هوري سيادتك حاجه، مش سيناريو ولا فنان. كويس. ضابط شرطه في عز يا فندم حظر التجول اللي فات ايام عدلي بيه منصور، ممنوع ان احنا نمشي بعد اربعه الساعة 2:30 صباحا. عربية ماشية قدام اسم الرمل فيها طالب هندسة وطالب واحد جنسية عربية. رخصك يا ابني؟ مفيش. لوحاتك المعدنية؟ مفيش. مفاتيح العربية؟ لأ. طب لو سمحت انزل. قال له لو مديت ايدك على العربية طالب هقطع لك ايدك. ادي الكلام. هل الضابط من حقه زي ما قال سيادة النائب ان يستخدم القوة؟ نعم، بالقدر المتيقن، بالقدر الكافي، بالقدر الكافي والمتيقن، وبيحاسب عليها، ويحاسب اذا تجاوز. وانا بقول لحضرتك جايب لك قرارات وزير الداخليه. طيب، في الاحاله لمجلس التاديب. هتقول لي ده مجلس التاديب منكم فيكم؟ اقول لك لا يا فندم، في مجلس الدوله، في مجلس مستشار الدولة. مجلس الدوله مستشار من مجلس الدوله عنصر قضائي، والضابط بيطلع معاه محامين، الحاجه دي مش سريه، بيطلع مع الساده المحامين بيحضروا التاديب، فما فيش وصايه. يا فندم مالهاش دعوه بالداخليه، ما تدخلهاش الجمله. والله مع حضرتك تماما. اولا يا فندم اسمعني بس بعد اذنك. استنى، لا هتكلم وهخلص. محدش فينا كلمه وهخلص. الخطا الشخص الذي يخطئه الضابط او في قضيه وزاره التموين يسيء الى الانسان بنفسه للموظف، ولا يسيء لجهه العمل التي ينتمي اليها. لا يسيء للصحافه، لا يسيء للاعلام. لا الطبيب اللي بيخطئ يصيب لكل الاطباء. محدش فينا بس كده، انما عمر وزاره الداخليه ولا وزير الداخليه هيوصي يقول اعملوا كذا، لا ما تعملوش كذا. انا بس عايز اقول لحضرتك هنتكلم كلمه ثانيه. محدش فينا، لا بس اسمعني بس يا فندم. اتفضل يا فندم. محدش فينا، اتفضل يا فندم خالص، اتفضل. ضد اي جهاز من اجهزه الدوله، اتفضل، سواء الامنيه او غيرها. طيب، لانه ده ما ينفعش. طيب، لانه في الاخر دي مؤسسات. طيب، الدوله. خلينا وصل المصطفى عشان لازم اطلع فاصل عشان اسمع بعدين الاستاذ محمد والاستاذه مها. هطلع فاصل وهنكمل معاكم. ده كنا ناقشنا قبل كده صوره ضباط الشرطه في المسلسلات، بس انا فوجئت ان يعني في مسلسلين يعني قدم للناس على اعتبار انهما يحسنان صوره ضابط الشرطه، فافاجئ ان في تقرير من المجلس الاعلى للاعلام بيؤكد انهما اهانا ضابط الشرطة. بعد الفصل.